كان في خبر عن انه في يعني من ضمن بقى الملفات المهمة بقطر برضو، انه في مسؤول في الفيفا بيتحقق معاه عشان خد رشوة عشان الموضوع بتاع الكاس العالم اللي هتنظمه قطر 2022. يعني انا موضوع قطر ده الحقيقة، يعني انا بتكلم على القيادة مش الشعب. تاني الشعب القطري له منا كل التقدير والاحترام، والمصريين الموجودين في قطر الحقيقة بيقولوا كلام كويس جدا عن الإخوة في قطر هناك، والعلاقة ما بين الشعبين علاقة محترمة جدا وقريبة جدا. أنا بتكلم على القيادة الرعونة. يعني مثلا شوفوا في عز ما احنا في أزمات معينة في الدوحة تعزز تقاربها مع إثيوبيا والسودان وتركيا، دول يعني خلينا مع إثيوبيا وتركيا في بينا وبين بعض في شوية مشاكل شوية. تركيا معروف المشاكل انه معظم القنوات اللي بتشتغل طالعه من تركيا، والراجل اللي في تركيا هناك مهووس بفكره الزعامه والبتاع والكلام ده، فهو يعني مش عاجبه الوضع في مصر، يعني هو حر. اثيوبيا موضوع سد النهضه والاخر. التقارب اللي موجود دلوقتي اليومين دول موجود عند في قطر، الدوحه تعزز تقاربها مع اثيوبيا والسودان وتركيا. وفي نفس الوقت احنا عندنا الفيفا كل شويه بيجي اخبار معينه بالتحقيق مع ادي طبعا صوره الشيخ موزة والشيخ حمد وبلاتر كان رئيس الفيفا اللي هو ماسكاه في ايه ده قنبله وليس كاس. يعني الشيخ موزة ماسكه قنبله في ايديها، القنبله دي فيها فساد، فيها رشوه، فيها تجاوز، فيها رؤوس طارت ورؤوس ستطير. اللي في ايديها ده يعني ليس كأسا من ذهب بل هو كأس الخيبة والندامة. يعني فبالتالي هي يعني لو فتحنا الصندوق الاسود بتاع الكأس ده هيطلع لنا بلاوي زرقاء. فاحنا يعني مبسوطين انه في كلام مهم في هذا الاطار ممكن تاخد بيه الفيفا. هاخد فاصل من حضراتكم وهلتقي ب عند فقرتين حواريتين، ألتقي بالفقرة الأولى بالشاعرة الأستاذة سحر الشربيني، والفقرة الثانية مع محمد سمير زايد، وده واحد من اللعيبة الممتازين جدا في ألعاب القوة، وبيلعب أو في رفع أثقال آسف، وبيلعب أو ليه تاريخ مهم جدا في هذا الإطار، وليه برضه عتاب في بعض الامور هنشوف مع حضراتكم. خليني اخد فاصل والتقي به الاستاذه سحر الشربيني.